شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الكونغرس 33 الذي استضافته مملكة البحرين بمركز الخليجي للمؤتمرات بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين في المملكة والقيادات الرياضية القارية والدولية. ورفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناسبة تزكية معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم للدورة الانتخابية الجديدة من 2023-2027. كما تقدم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بخالص التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية بفوزها باستضافة بطولة كأس آسيا 2027 والذي يعد مصدر فخر واعتزاز للأسرة الرياضية الخليجية والعربية وامتدادا للنجاحات السعودية وقدراتها المتميزة في احتضان أكبر الأحداث الرياضية. بارك سموه لمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بفوزه بالمنصب القاري مشيدا سموه بإسهاماته وجهوده البارزة فيما تحقق لمسيرة الاتحاد الأسيوي من إنجازات ونجاحات متميزة وما تم من جهود لتطوير مستوى كرة القدم في القارة الأسيوية. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن فوز الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة يعكس دعم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للكوادر البحرينية لتتبوأ أرفع المناصب القيادية الرياضية وهو انعكاس لما تحظى به الكفاءات الوطنية من مساندة في ظل الجهود التي كرستها القيادة للاهتمام بالكوادر الوطنية وتنميتها والوصول بها إلى أعلى المستويات لتكون واجهة مشرفة للوطن وتسهم في تعزيز مكانة المملكة. أشاد سموه بالدور البارز لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الدفع بالكفاءات الرياضية وتشجيعها ودعمها لتقلد المناصب الرياضية الخارجية وهو ما ساهم في وصول الكثير من أبناء الوطن لأعلى المناصب بمختلف الاتحادات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية. نوه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالمكانة المتميزة التي يحظى بها معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في أوساط الكرة الأسيوية والعالمية وهو ما أجمعت عليه الاتحادات الوطنية في القارة لتضع ثقتها فيه به لتولي الرئاسة لولاية ثالثة على ضوء ما قدمه من نجاحات ومشاريع وإصلاحات تنموية ونقلات نوعية طالت كافة أركان اللعبة. أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالتنظيم الرائع لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الكونغرس 33 والذي عقد على أرض المملكة بحضور حشد من القيادات الرياضية الكروية القارية والعالمية يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي، الأمر الذي يمثل مكسبا كبيرا لمملكة البحرين لما له من آثار إيجابية في تنشيط السياحة الرياضية والتعريف بالمملكة والتأكيد على قدرة البحرين لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية وتعزيز مكانتها قاريا وعالميا متمنيا سموه للاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوام التقدم والنجاح.